لي رونديفو اكسبريس. نحكيه على برنامج اكسبريسو اللي ينطلق بعد شويه مع زميل وسيم بالعربي. ضيفنا باش يكون نائب رئيس هيئه الانتخابات نوفل الفريخه. باش نرجعوا على التقسيم الترابي اللي قامت به الهيئه العليا المستقله للانتخابات استعدادا للاستحقاقات الانتخابيه القادمه. نرجع على الشأن التربوي مع ضيفنا هشام الشابي مستشار لدى وزير التربية مكلف بالبرامج. موضوعنا يكون الاستشارة الوطنية للتعليم الأساسي. في برنامج الإكسبريس أكيد باش نرجع على الشأن السياسي وكذلك الشأن الاقتصادي مع زميلة منيل الغربي. كانت هذه أهم الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين اليوم في برامج إكسبريس. فيه مواصلين معكم بعد شوية نعطيكم أخبار إيجابية نوفيو بها حصتنا لليوم.